السلام عليكم يا شباب، النهاردة هنحل الهوم ورك بتاعنا. كان باقي عندنا شوية في التشوز من الليسون اللي قبل كده، ونخش على الليسون اللي بعده اللي هو ليسون 3. ماشي، نبدأ بالكويشن 16 مكان ما وقفنا. بيقول لنا ال A B C D is a parallelogram. طيب معنى كده ان ال A D parallel لل B C وان ال A B parallel لل D C عشان ده parallelogram. تمام، هو عايز ايه؟ عايز ال B C. طيب ال B C دوت انا اجيبه ازاي؟ خلينا نشوف. مبدئيا مش دول بارلل، فيبقى مثلا عندي الانجل دي قد الانجل دي عشان ده بارلل، فبقى عندي حرف زد. طيب عندي تو انجلز ايكوال. ايه تاني عندي دلوقتي؟ ان الاف سي بارلل للاي بي. صح، فكده الانجل دي كمان والانجل دي كمان هنا كده. الانجل دي اف اي ايكوال الانجل اي بي اي، دول كده ايكوال برضو انجلز عشان البارلل. فبقى معنى كده ان عندي ايه سيميلر لايه؟ عندي دلوقتي معنى كده ان التراينجل F B C similar to triangle B E A. عندي two triangles similar، B E A اللي هو على اليمين دوت، وال F B C اللي هو باقي الشكل. تمام، هو عايز ايه؟ عايز ال B C. فانا هقول له ان ال B C على ال B C على ال E A equal لإيه؟ equal لل AB على CF. فين ال قصدي CF على ال AB، سوري CF على ال AB. معلش أنا عارف إن الخط مش حلو، هحاول أحسنه شوية. طيب ال BC إحنا ما نعرفوش، ال EA نعرفه من على الرسمة ال EA بتن equal، ال CF السي اف من على الرسمه ب 4 بلس الدي سي، والدي سي بكام؟ الدي سي ب 8 عشان ده باراليلوجرام برضه، فالسايد ده قد السايد ده، فيبقى 8 بلس 4 يبقى 12. يبقى كده السي اف ب 12 على الاي بي. الاي بي بكام؟ الاي بي يا شباب من على الرسمه ب 8 كروس ملتيبليكيشن. البي سي هو الوحيد اللي ما اعرفوش، يبقى كده البي سي يطلع لي في الاخر ب 15. يبقى الاجابه بي. السؤال اللي بعده بيقول لنا عايز البي دي، وعندنا ان الانجل اي دي اي ايكوال للانجل اي سي بي، ودلوقتي في انجل اسمها اي اللي هنا دي، ديت كومن ما بين الترينجل الصغير اللي في النص ده والترينجل الكبير. طب مش معنى كده ان انا عندي سيميلاريتي برضو ان الاي دي اي سيميلر تو الترينجل اي سي بي؟ سي بي عندي سيميلاريتي. تمام، هو عايز ايه؟ عايز البي دي. طيب انا هقول له دلوقتي ان البي دي ده البي دي دوت البي دي البي دي دوت جزء من الاي بي، فانا هركن البي دي دلوقتي واجيب الاي بي كله، وانا كده كده معايا الاي دي فاقدر ماينس منه. اوريك ازاي دلوقتي. الاي بي على الاي اي ايكوال لايه؟ ايكوال دلوقتي انا خدت ال AB من الترينجل اللي هو الكبير على ال AE، ال AE من الترينجل الصغير، فاخد برضه من الترينجل الكبير ايه؟ ال AC عشان دوت اللي انا اعرفه اللي موجود معايا على الرسم. ال AC على ال AD، بقى لي ان ال AB هو الوحيد اللي ما اعرفوش. ال AB هنكتبه زي ما هو. ال AE بكام؟ ب 5 ايكوال لي ال AC بكام؟ ال AC من على الرسمه هي يعني، بس عشان مش واضحه عندي، تبقى ب 8. AC ب 8 على ال AD بكام؟ ال AD ب 4 كروس ملتبليكيشن. هيبقى عندي ان ال AB ايكوال 10، ال AB كلها ب 10 واتاخد منها 4، يبقى ال DB بكام؟ ب 6. نعمل لهم ماينس، يبقى عندي ده يبقى عندي ال DB اللي هو عايزه ب 6. هو الحوار كله ان انا اطلع 2 ترينجل سيميلر لبعض واشتغل كروس مالتيبليكيشن زي ما بعمل، بس كده هو ده الحوار كله. السؤال اللي بعده كويشن 18. كويشن 18 بيقول لي عايز الواي. تمام، محتاجين نطلع سيميلاريتي. طيب مش البي اي ثواني البي اي على البي اي بكام؟ ب 2 على 6 اللي هي بكام؟ 1 اوفر 3 بعد السمبليفاي. طب ايه تاني؟ البي دي
على البي سي بكام؟ ب3 على 9، اللي هي بعد السمبليفاي بكام؟ 1 اوفر 3. معنى كده ايه؟ ان انا عندي الترينجل الصغير ده سيميلر للترينجل الكبير، وانا عارف ان السكيل اوف سيميلاريتي كده 1 اوفر 3، انا طلعته واثبتته صح كده. يبقى كل ده بيساوي ايه؟ الدي اي اللي هي الواي على الاي سي اللي هي الناين كروس مالتيبليكيشن. هيطلع لي في الاخر ان الواي بكام؟ الواي ب3. بعد ما اعمل كروس مالتيبليكيشن كالكوليتر بايديا الاسهل ليك اعمله، بس المهم ان الفكره بس تكون واصله. السؤال اللي بعده 19، ريشيو بتوين ذا بارامترز، برضه نفس الحوار، مش ال A D اللي هو 4 على ال A B بكام اللي هو 8 بيساوي هاف. طيب ايه تاني؟ ال A E اللي هو ب 3 على ال A C اللي هو ب 6 بيساوي كام؟ هاف برضه. يبقى عندي سيميلاريتي، سيميلاريتي والسكيل اوف سيميلاريتي ما بين الترينجل الصغير والترينجل الكبير كله بهاف. يبقى الريشيو بتوين البارامترز بكام؟ نفس الهاف. الريشيو بتوين البارامترز هي اللي بتوين السايدز نفسها. السؤال اللي بعده مديني كلام كتير وسايدز كتير وعايز في الاخر اللينث اوف الواي زد، لينث اوف الواي زد ماشي نفس الكلام، الاكس ام اللي هو ب 6 على الواي اكس اللي هو بكام؟ ثواني، الواي اكس ب 8 و 4 ب 12، يبقى كده بكام؟ بهاف. تمام. ايه تاني؟ الاكس ال اللي هو 4 على الاكس زد اللي هي ب 8 بكام؟ برضو بهاف. يبقى كده عندي سيميلاريتي ما بين الترينجل الصغير والترينجل الكبير كله بهاف، والسكيل اوف سيميلاريتي هاف زي ما قلنا. هو عايز ايه؟ عايز الواي زد. يبقى معنى كده ان الام ال اللي هو 7 على الواي زد ايكوال هاف برضو. يبقى الواي زد بكام؟ كروس مالتيبليكيشن تطلع ب 14. اجابه سي. السؤال اللي بعد 21 بيقول ال دي اي بي ايكوال انجل سي. تمام، عايز الاكس. طيب نفس الحوار، عندي ترانجل صغير في الانجل دي اي بي ايكوال انجل سي، وعندي الانجل بي اللي هي هنا دي كده، دي كومن ما بين الترانجل الصغير اللي على الشمال ده والترانجل الكبير كله. يبقى انا عندي ايه كده؟ سيميلاريتي، سيميلاريتي بتوين ايه؟ الترانجل الصغير دوت والترانجل الكبير. هو عايز ايه؟ عايز الاكس. فانا ممكن اعمل حاجه لطيفه جدا، اخد دلوقتي اقول له بسم الله ال 12 اللي هي الدي اي، الانجل السايد اللي في الترانجل الصغير اللي هو الدي اي اللي هو ب 12 على كام؟ على 18 على اكس سوري. ثواني عشان تبقى واضحه اكتر، احنا قلنا كده ان الترانجل بي اي دي similar to triangle الكبير اللي هو B C A. كتبتها ليه بالطريقة دي؟ بدأت بالB اللي هي common ما بين الاتنين، بعدها دخلت على ال A وال C اللي هما equal لبعض، ال angle A اللي هنا اللي هي B A D equal ال angle C في triangle الكبير، فدخلت عليهم هما الاتنين كتبتهم كتبتهم في نفس المكان، بعدها كملت بالحرف الأخير B A D وال B C A الاتنين similar لبعض. خدت دلوقتي ال A D من الترينجل الصغير اللي هو ب 12، خدت بعدها ال CA اللي هي ب X، كل ده بيساوي كام؟ السايدز اللي عندنا ايه؟ عندي ال AB في الترينجل الصغير اللي هو بكام؟ ب 18، وعندي F الكبير، عندي ال CB، ال CB بكام؟ ال CB هل هي عندي؟ هي مش عندي أصلا. تمام، يبقى نشوف سايد تاني عندنا، ال BD عندي ال BA معايا ال BA. استنى، احنا خدنا من الترينجل الصغير، انا معايا في الترينجل الصغير ال BD، ال BD بكام؟ ب 9. اخد من الترينجل الكبير ايه؟ ال BA، ال BA بكام؟ ب 18 كروس مالتيبليكيشن. يبقى كده الاكس بكام؟ الاكس كده ب 24، عندي 24 موجوده اهي دي. بصيت شفت السايدز اللي عندي وعملتها بينهم كروس مالتيبليكيشن. ننزل لتحت، سؤال 21 عايز ايه؟ 21 دي اي بي، لا ده اللي حليناه اصلا. 22
22 بي اي دي ايكوال سي حلو، والاي بي ب16 والبي دي ب12 عايز دي سي. ماشي، عندي تراينجل صغير اسمه بي اي دي، عندي تراينجل تاني لو كبير اسمه ايه؟ اسمه بي سي اي. عندنا الانجل بي مشترك ما بين التو تراينجلز، طيب والانجل سي ايكوال الانجل اي، تمام، يبقى كده ايه؟ فكده في سيميلاريتي ما بين الترانجل الصغير دوت اللي فوق والترانجل الكبير كله. طيب عايزين ايه بقى؟ عايزين الدي سي. ماشي، الدي سي اللي هو فين؟ اللي هو هنا ده. يبقى انا اجيب البي سي واعمل ماينس لل 12، تمام، البي سي على البي اي، البي اي بكام؟ البي اي ب16. كل ده ايكوال كام؟ شوف السايز اللي عندي، انا خدت البي سي من الكبير فاخد ايه تاني من الكبير؟ عندي الاي بي من الكبير، الاي بي من الكبير ب16، اخد ايه تاني؟ اخد السي بي بقى من الصغير، السي بي من الصغير بكام؟ السي بي اللي انا عايز اعرفها، ثواني، السي بي اللي انا عايز اعرفها بالظبط. تقريبا احنا عندنا حاجه غلط، احنا قلنا دلوقتي الترانجل الصغير ده اللي هو بي اي دي سيميلرلي البي سي اي، حلو، خدنا من الترانجل الكبير دوت، خدنا من الترانجل الكبير البي سي على البي اي اللي هي بكام؟ ب16 من الصغير، حلو. بعديها خدنا ايه من الكبير؟ رجعنا للكبير وخدنا البي اي، هي البي اي كده كده مشتركه ما بينهم. طيب خدت من الكبير بي اي، البي اي اللي كورسبوندنج ليها من الترانجل الصغير البي دي، البي دي بكام؟ ب12، صح كده؟ يبقى انا كان عندي لخبطه في دي، اشيل دي واكتب ال12 كروس مالتيبليكيشن على الكالكوليتر. طلع عندي الإجابة إن البي سي هتلاقيها بديسيمالز كده، بس الديسيمالز دي معناها إن هي 21 وثيرد، 21 وثالث، ده البي سي كله، ومتاخد منه البي دي ب12 وإحنا عايزين الدي سي، فأعمل الرقم اللي طلع لي ده ماينس ال 12، طلع لي كام؟ طلع لي 9 وثيرد، 9 وثالث، بس كده. السؤال اللي بعده بيقول لنا البي اي دي ايكوال الانجل سي، نفس اللي بنعمله كل سؤال، يعني انا هثبت لكم دلوقتي ان هما سيميلر. دلوقتي عندي ترانجل صغير اسمه بي اي دي وترانجل كبير اسمه بي سي اي، انجل بي مشتركه، انجل اي ايكوال انجل سي، وكملنا بالدي في الاخر، يبقى كده دول سيميلر برضه. عايز ايه؟ عايز البي دي، البي دي هاخد البي دي من الترينجل الصغير، بي دي اخد زيها ايه؟ ما خدت البي دي الحرف الاول والاخير، يبقى اخد الحرف الاول والاخير من الترينجل الكبير اللي هو البي اي، البي اي عندي بكام؟ عندي ب6، تمام. ايه السايدز اللي معايا تاني؟ السايدز اللي معايا هو عايز ايه؟ عايز البي دي، طيب كده اخد السايد من الترينجل الصغير اللي هو البي اي، بي اي من الصغير ب6، تمام. خدت اول حرفين من الصغير، اخد اول حرفين من الكبير اللي هو البي سي، البي سي عندي بكام؟ البي سي عندي ببي دي بلس الفايف، ثواني هقول، البي سي كله جزء منه بي دي وجزء منه فايف، وانا البي دي عايز اجيبها اصلا فكتبتها اهو، بي دي بلس الفايف كروس ملتبليكيشن، يبقى بي دي سكوير بلس فايف بي دي ايكوال 36، ضربت البي دي في وزعتها على اللي هنا دول، بي دي في بي دي وبي دي في 5، طلع لي الكلام ده، و6 في 6 ب 36، ادخل دي جوه بالماينس، ادخل 36 جوه بالماينس، بقى عندي كده ايكويشن كوادراتيك ايكويشن مود 53 على الكالكوليتر، هيطلع لك ان البي دي هيطلع لك رقم بوزيتيف ونيجاتيف، انا هاخد البوزيتيف اللي هو كده هيطلع لي ان البي دي بكام؟ ب 4، على الكالكوليتر هيطلع لك الاجابه دي. طيب السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده مدينا برضو ترينجل كبير كده، طيب عايز ايه؟ عايز يعرف
الانجل اكس بتساوي انجل ايه من الانجلز الموجودة دي. تمام. عندي ترانجل صغير ترانجل كبير، نفس اللي بنعمله في كل سؤال، كل سؤال وبنثبته كل سؤال، ان الترانجل الصغير اللي هو ACD similarly الترانجل الكبير اللي هو ABC. الترانجل الصغير ده similar الترانجل الكبير كله اللي هو ABC. هو عايز ايه؟ بيقول لنا الانجل اكس، الانجل اكس اللي هي الانجل بي هنا تبقى ايكوال ايه من الترانجل الصغير اللي في النص، البي في النص اهو ده الحرف اللي في النص. نيجي لعند الانجل سي اللي في الصغير، الانجل في اللي في الصغير اللي هي الاي سي دي، دي اللي هي بكام؟ اللي هي بحرف ام اللي هي هنا دي. يبقى اقول ان انجل اكس ايكوال ام عشان هما سيميلر. السؤال اللي بعده، قال لنا ان البي ديت ميد بوينت، ميد بوينت للاي سي، فمعنى كده ان ديت 6 ودي برضو ب 6. حلو حلو، عندي ترانجل صغير فوق ترانجل كبير تحت، تمام. اعمل ايه؟ شوف كده، شوف هجرب اعمل ايه. هنا على ايه تو ت ت ت نيش سكس على دي. طيب هقول دلوقتي في ترانجل صغير عندي الـ AC، واخد من الترانجل الكبير الـ DC، كل ده هيساوي كام؟ هيساوي الـ 4 اللي هو الـ AC على الـ DC اللي هو 8، هيساوي كام؟ اوف. ايه تاني؟ عندي في الصغير سايد اسمه BC، BC ده بكام؟ 6. عندي في الكبير سايد اسمه EC، الـ EC بكام؟ 6 و6 اللي هو بكام؟ سوري لو كان كده اه. مش معنى كده ان الترانجل الصغير ده سيميلر للترانجل الكبير عشان بقى فيه ريشيو بتوين السايدز، بس كده. هو عايز ايه بقى؟ انا اثبت ان هما سيميلر، عايز الدي اي. اقدر اعملها كروس مالتيبليكيشن، يبقى 2.5 اللي هو الاي بي على الدي اي اللي هو عايزه ايكوال السكيل اوف سيميلاريتي اللي هو هاف. كروس مالتيبليكيشن الدي اي تطلع معاك ب5، بس كده. الكويستشن اللي بعده 26 عايز ايه؟ عايز الاي سي. ثواني، طيب عايز الاي سي، ادور برضو على ريشيو ما بين السايدز تثبت لي ان هما سيميلر. طيب انا عندي دلوقتي الاي بي بكام؟ ب 8. ايه تاني؟ البي دي بكام؟ اللي والله البي دي بتن. طيب بقى كده كام على كام؟ بعد السمبليفاي تطلع 4 على 5. طيب كده انا خدت 2 سايدز، اخد سايدز تانية. البي سي بكام؟ البي سي ب12، والبي اي بكام؟ البي اي كلها ب12 و3 يبقى 15. سمبليفاي تبقى بكام؟ ب4 اوفر 5 برضه. يبقى عندي سيميلاريتي ما بين الترانجل على اليمين ده الترانجل اللي لازق فيه على الشمال، في سيميلاريتي. طيب كده بقى لي ايه؟ عايز الاي سي، اعرف اجيبه؟ اقول له والله ان الاي سي اوفر الدي اي السايد اللي فاضل اللي هو ب9 ايكوال 4 على 5 برضه، ده السكيل اوف سيميلاريتي. كروس مالتيبليكيشن يبقى الاي سي تطلع بكام؟ كروس مالتيبليكيشن الاي سي تطلع معاك ب7.2. نفس الفكرة عمالين نكرر فيها. السؤال اللي بعده بيقول لنا ان الـ ADC بيساوي الـ ACB، عايز الـ AB. طيب ندور على ريشيو. طيب الـ DC بكام؟ الـ DC ب6، والـ BC بكام؟ الـ BC ب8. تعالى نجرب كده نشوف الريشيو ما بينهم هتطلع بكام. 6 على 8 هتطلع لي 3 على 4 تقريبا، 3 على 4 اه. طيب عايزين سايدز تاني، ال A دي بكام؟ تعالى ناخده نجرب كده 9. خدت من ده ال A دي، اخد معاه A من التاني، اخد معاه ال A C، ال A C هو مدهولي ب 12. كروس سمبليفاي على الكالكليتر برضه اكتبها، تطلع معايا ب 3 اوفر 4. معنى كده ان الترانجل دوت
سيميلر للتريانجل اللي على الشمال، نفس الحوار، عايز ال AB، اخد ال مع ال AB هاخد ال CA، CA اللي هي بكام؟ ب12 على ال AB، كل ده يكون كام؟ 3 over 4 cross multiplication. ال AB تطلع معايا بكام؟ تطلع معايا ب16، عندي 16 اهو، بس كده الحوار كله. اثبت السيميلاريتي سواء بريشيو او بانجلز على حسب الرسمه، بعديها كروس مالتيبليكيشن، بس كده خلاص. هو ده اللي بحل بيه الاسئله كلها. كويستشن 28، عندي الانجل A ايكوال الانجل D، تمام تمام جميل اوي. انجل A اللي هي هنا دي ايكوال الانجل D، عايزين برضو نلاقي ريشيو نعملها. طيب ترانجل دوت اللي هو ABC، عندي ترانجل تاني اللي هو اسمه ايه؟ اسمه DBA. مش انا عندي كومن انجل اللي هي البي، البي موجودة في الاتنين. طيب وايه تاني؟ والانجل ايه ايكوال الانجل دي؟ بعد كده هما ايه؟ سيميلر، بس كده كروس مالتيبليكيشن عشان اجيب الاكس. كروس مالتيبليكيشن بسرعة بقى، ال BA عندي بكام؟ ال BA عندي ب 8، خدت ال BA أول حرفين، أخد أول حرفين من التاني اللي هو ال BD، ال BD بكام؟ ب 4 و X، يبقى 4 بلس X إيكوال كام؟ ال BC، ال BC هاخد ال BC، ال BC عندي بكام؟ ب 4، أخد زيه إيه؟ أنا خدت آخر حرفين، أخد هنا آخر حرفين اللي هو ال BA، ال BA عندي بكام؟ ال BA بسم الله بي ايه عندي بقيت كروس مولتبليكيشن. انا في حاجة غلطت فيها تقريبا، ثواني. البي ايه اخدت اول حرفين مع اول حرفين اللي هما البي دي، البي ايه ب3 و5 بقيت تمام، والبي دي البي دي ب4 بلس اكس، حلو. خدت بعدها ال ال 4، خدت البي سي، خدت اول اخر حرفين من هنا على اخر حرفين من هنا، البي سي على البي ايه، البي سي ب4، البي اي ب8، بس كده خلاص. يبقى كروس مالتيبليكيشن، اشوف ال 4 بلس اكس بكام، كروس مالتيبليكيشن هيطلع لي ان 4 بلس اكس ايكوال 16، اودي ال 4 بالماينس هناك يبقى 16 ماينس 4، بس كده. طلع عندي حاجه غلط، ثواني اشيك على الخطوات بتاعتي. عندي الانجل A ايكوال الانجل D، حلو، وعندي المشترك اللي هو البي، عندي مشتركة بينهم، وكملت ال A B C وال D B، مش D B A بقى، D B E، ايوه يبقى ده اللي انا غلطت فيه. حرف واحد بوظ لي المسألة كلها. ارجع تاني، احنا قلنا 8 اللي هو ال B A على 4 بلس اكس تساوي كام بقى المرة دي؟ خدت المرة اللي فاتت ايه؟ ال B C، ال B C اللي هو كام؟ ب 4 على ال BE، ال BE اللي هو كام؟ ب 3، بس كده كروس مالتيبليكيشن. كروس مالتيبليكيشن ال 4 بلس اكس هتطلع لي بكام؟ 8 مولتبلاي 3 اوفر 4. نحسبها على الكالكوليتر، الكالكوليتر راحت فين؟ الكالكوليتر 8 مولتبلاي 3 اوفر 4 تطلع ب 6، 4 بلس اكس دي هتطلع ب 6، وادي الاكس هناك بالماينس هيطلع لي الاكس في الاخر ب 2. انسر دي. السؤال اللي بعده 29، عايز ال اي دي على البي سي، فين ال اي دي؟ ال اي دي اللي هو السايد ده على البي سي، حلو. خلينا ندور على ريشيو موجوده بين السايد نسبتها. طيب ال اي سي بكام؟ ال اي سي كله على بعضه 8 و4 ب12، السي بكام؟ سي 60 تمام، وال AB بكام؟ ال AB ب6، وال CD بكام؟ ال CD ب8. طيب بعد ما نعمل سمبليفاي للاتنين دول على الكالكوليتر كل واحد مرة هيطلع لنا الاتنين ب 3 اوفر 4، بقى كده ايه؟ الاتنين ترينجل سيميلر، الصغير ده والكبير التاني. يبقى هو عايز ايه بقى؟ ال ED، ال ED من الكبير على البي سي من الصغير، ايه بقى نعكس السكيل اوف سيميلاريتي اللي جبناه ده؟ هو كتب سايد من الكبير الاول، يطلع 4 اوفر 3، انسر ايه؟ السؤال اللي بعده
طيب احنا هنمسك الاول الترينجل اي بي سي، ترينجل اللي هو اي بي سي اللي هو على اليمين ده، مش الترينجل الصغير دوت اللي هو الاي دي اي، سيميلر للترينجل الكبير اللي هو الاي بي سي، عشان ده بارلل وعندي كومن انجل هنا وهنا وهنا وهنا. عايز استفاد منه ايه؟ ان الاي دي على البي سي اللي هي 9 اوفر 12 بتساوي الاي اي على الاي سي، صح كده؟ صح، مش ماشي صح كده. حلو، نركن الترانجل ده، نخش على الترانجل التاني اللي على الشمال اللي هو اي دي سي. شو هو نفس الحوار، عندي بارلل هنا وهنا، بقى الترانجل الصغير اللي هو الاي اف اي هو سيميلر للاي دي سي. حلو، يبقى انا اعرف كان الاي اف على الكبير اللي هو ب 8 اللي هو الدي سي هو الاي اي على الاي سي. طب والاي اي على الاي سي بكام؟ احنا لسه مطلعينه تحت هنا 9 اوفر 12 كروس مالتيبليكيشن. الاي اف تطلع معاك بكام لما تحسبها؟ تطلع معاك ب 6. بس كده يا معلم، خش على الصفحه اللي بعدها. نفس الحوار بالظبط بالظبط، هو قال لنا ان الزد واي، الزد واي اللي هي هنا دي ب 2. طيب وقال لنا ايه تاني؟ ان البي سي اللي هي هنا دي ب 6 وبس كده خلاص. هو عايز ايه؟ عايز الاكس واي. ماشي، مش الاكس واي، الترينجل اللي هو اي بي سي برضه. انا همسك الترينجل على اليمين الاول، الاكس واي على البي سي اللي هي ب 6 هي الاي واي على الاي سي، صح كده؟ ماشي، نمسك بقى الترينجل على الشمال اللي هو الاي دي سي زي ما عملنا قبل كده، نقول ان الزد واي اللي هي ب 2 على الدي سي هي الاي واي على الاي سي، صح كده؟ مش كده، طب ما دي بتساوي اي واي على الاي سي وهنا دي بتساوي اي واي على الاي سي، يبقى الاثنين ايكوال بعض. يبقى الاكس واي على ال 6 بتساوي ال 2 على الدي سي، شايف كده؟ تمام تمام وقال لي برضو ان الاكس واي بيساوي الدي سي، نفس المقاس، اكس واي بيساوي دي سي قايل لي في الجبن. يبقى ممكن اشيلهم مثلا واحط ايه؟ احط كي، احط حرف كي وال 2 على كي كروس مالتيبليكيشن، كيف كي بكي باور 2، 6 في 2 ب 12 سكوير روت، نودي دي تحت السكوير روت هتطلع لي 2 اوفر 3 اللي هو الاكس واي او اللي هو برضو الدي سي، الاثنين نفس المقاس. السؤال اللي بعده عايز الدي اي، تمام نفس الفكره، ركز مع بعض ونشوف. نمسك الترينجل اللي هو الاي بي سي اللي هو على الشمال ده، هقول ان الاكس زد اللي هي 4 على البي سي اللي هي ب 16 هي الاي زد على الاي بي. حلو، بعد ما نعمل السمبليفاي اللي دي هتطلع ب 1 اوفر 4، صح كده؟ معنى كده ان ايه؟ الاي زد بكوارتر او ربع الاي بي، صح كده؟ لما يكون الاي زد بالربع يبقى اتبقى لي الزد بي ديت بكام؟ مش بالثلاث ارباع؟ بقى انا خدت معايا دلوقتي حاجه خدت منها ربع، اتبقى لي ايه؟ اتبقى لي الثلاث ارباع اللي هي ايه؟ 3 اوفر 4. 3 اوفر 4 ديت بتساوي ايه؟ بتساوي البي زد على البي ايه؟ انا خدت الحته الباقيه اهي، او الاي بي نكتبها زي ما كتبناها فوق، اي بي بي زد على الاي بي بثلاث ارباع. انا خدت، انا كنت الاول ربع اللي هو الاي زد على الاي بي، الاي زد دي ربع الاي بي، تمام. انا خدت الحته الفاضله بقى اللي هي البي زد، يبقى الثلاث ارباع الباقي، تمام. استفاد منه ايه؟ خش على الترينجل بقى اللي هو اللي في النص اللي هو اي بي اي، الاي بي اي مش كده، بسم الله، البي زد على الاي بي قلنا ان هو 3 اوفر 4 هو لو قلت البي اف على البي اي، مش ده بارلل لده، الاف زد بارلل اي اي، فبقى عندي سيميلاريتي، سيميلاريتي بين الترانجل اللي هو ده والترانجل الكبير سيميلاريتي، فيبقى الاي اف على الاي اي
لا البي اف على البي اي ب 3 اوفر 4 برضو. حلو، استفاد منها ايه؟ اخش بقى ترنجل على اليمين خالص اللي هو البي اي دي، ترنجل اللي هو البي اي دي دوت، عندي ان البي اف على البي اي ب 3 اوفر 4 اثبتناها فوق، تمام. ايكوال ايه بقى؟ ايكوال الواي اف اللي هي 7.5 على الدي اي. قعدنا نرحل من ترينجل لترينجل لترينجل لغايه ما وصلنا للشكل ده. نعرف نعمل له كروس مالتيبليكيشن، نعمل كروس مالتيبليكيشن للشكل ده، هيطلع لي ان الدي اي اللي هو عايزها بتبقى الاجابه بي. السؤال اللي بعده 33، بوينت اوف، قال لنا الام دي بوينت اوف انترسكشن اوف الميديانز، تمام. انا كده استفاد ايه؟ مش البوينت اوف انترسكشن اوف الميديانز بتقسم الميديان ل 1 تو 2 من البيز، او كده انا ممكن اقول ان الام دي على الام دي او الدي ام ما فرقتش على الدي اي بكام؟ ب 1 اوفر 3 كده، عشان ده ميديان والام دي بوينت اوف انترسكشن اوف الميديانز، تمام. الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي الام اي على الام سي. هقول لكم دلوقتي ليه ام اي على الام سي. مش ده ترانجل صغير وكل ده ترانجل كبير، وعندي عندي في النص هنا بارلل، بقى يبقى الترانجل الصغير ده سيميلر للترانجل الكبير ده. خدت ريشيو ما بين الدي ام، دي ام اللي هي الحته دي، للدي ال اللي هي الكبيره، لقيتها 1 اوفر 3 بسبب الميديان، تمام. يبقى هي هي الام اي على الاي سي، والام اي قال بكام؟ ب 3. اعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى الام سي تطلع لي بكام؟ ب 9. 33 هتطلع ب 9، تمام. اخر سؤالين، طيب question 34 قال لنا ان الام دي بوينت اوف انترسكشن اوف الميديانز برضو، استفاد منها ايه؟ استفاد منها دلوقتي، ثواني، ان انا الام اكس ده انا ممكن اقفله كده، اقفله للاخر هنا، احط مثلا بوينت دي جي. حلو حلو، وانا عارف ان البوينت اوف انترسكشن اوف الميديانز بتقسم الميديان 2 1 من الفيرتكس، صح كده؟ يعني انا ممكن اقول كده ان ال AX over ال AB طالما دي 2 ودي 1 يبقى ال AX دي هكتبها ب 2 عادي، ال AB كلها بقى 3 2 3 عشان ده point of intersection medians، وعندي triangle صغير اهو اللي هو AXG دوت كده similar للتريانجل الكبير اللي هو ال ABC، وعندي ratio اهي، يبقى ال XG اوفر البي سي هي هي 2 تو 3. يبقى كده الاكس جي بكام؟ هضرب البي سي في 2 تو 3، الاكس جي كده هتبقى ايكوال، ثواني نعمل كروس مالتيبليكيشن، ال 12 مالتبلاي 2 اوفر 3 ب 8، الاكس جي كلها ب 8 والام دي ميديان، وهي قصدي البوينت الام دي بوينت اوف انترسكشن اوف الميديانز، معنى كده انها بتقسمها نصين، الاكس ام بقى لنصها، نص ال 8 بكام؟ ب 4. السؤال اللي بعده اخر سؤال في الدرس ده، عندي تو تراينجلز برضو نفس حوار الريشيو اللي عمالين نعمل فيه من اول الاسئله. هقول دلوقتي ان البي اي اللي هي 6 اوفر الدي سي اللي هي 3 بتساوي الاي بي على الكام؟ على الفور اللي هي الاي سي. كروس مالتيبليكيشن على طول يعني من بصه بس على الرسم، خلاص انا اتعودت على حوار الريشيو والسيميلاريتي، بقيت بجيبها بعينيا اهو. يبقى الاي بي بكام؟ كروس مالتيبليكيشن الاي بي ب 8. ده كده كان اخر سؤال في الدرس ده، نخش على الدرس اللي بعده. الدرس اللي بعده حوار بسيط، ratio between areas هي ratio between parameters أو sides square part 2. يعني أول سؤال دوت هيقول لي two similar polygons the ratio between the parameters 4 to 9، يبقى ratio between area square ده وسكوير ده، يبقى 16 to 81.
اللي بعده. ده similar لده. ال AB equal 3xy، عايز ال area بتاعت ال xyz over ال area دي. تمام، يبقى كده انا عندي ان ال xy over ال AB بكام؟ 1 over 3، يبقى باور 2 تبقى 1 over 9. اللي بعده ratio between areas اللي هي 9 over 49، ratio between lengths نعمل square root للكلام ده تبقى 3 over 7. يعني بعمل square root او باور 2 بس كده. هنا بيقول لي ratio between corresponding sides، عندي corresponding sides 7 و 11، عايز ratio between parameters هي نفس 7 over 11 لان دي parameter مش area، البارامتر بتفضل زي ما هي. اللي بعده ratio between corresponding sides 2 to 5، الاريا بتاعت ال first 16. تمام، الاريا بتاعت ال first 16 عايز الاريا بتاعت الثانية، الاريا بتاعت الثانية الريشيو دي هي ratio between sides بس باور 2، لما معاك باور 2 هتبقى 25. نعمل cross multiplication، cross multiplication على الكالكوليتر يبقى 16 باي 25 اوفر ال 4، الاريا تطلع ب 100، عندي 100 اهي. السؤال اللي بعده وصلنا كده سؤال كام؟ سؤال 6. If the lengths of the two corresponding sides 12 و16 والarea of the smaller 135، عايز الarea بتاعت greater 12 over 16 دي كده باور 2، كل ده بيساوي كام؟ 135 على الarea اللي عايز اجيبها، واعمل cross multiplication. cross multiplication هيطلع عندي الarea بتاعت التاني بال 240 على الكالكوليتر. السؤال اللي بعده كلها نفس الفكرة. يعني بص question 7 برضه الريشيو بتوين البارامترز وعايز الاريا، اخد الريشيو دي باور 2 بقى عندي اريا ناقصه كروس مولتبليكيشن، نفسها نفس اللي في 8، ال 8 ريشيو بتوين الكورسبوندنج سايز 3 تو 4 والاريا 48، عايز الاريا بتاعت الثانيه اخد 3 تو 4 دي باور 2 تبقى 9 اوفر 16 وتبقى لي اريا ناقصه كروس مولتبليكيشن، نفس اللي عملناه فوق، احنا عملنا نفس الخطوات دي. question 9 ratio between the diagonals 2 over 5، يبقى عايز الاريا بتاعت السمولر 4، عايز الاريا بتاعت الجريتر 2 over 5 باور 2 4 over 25 equal 4 over الاريا اللي عايزها، الاريا اللي عايزها تطلع ب 25، عندي 25. احنا كنا في انهي سؤال؟ بسم الله سؤال 9، يبقى الاريا ب 25. السؤال اللي بعد ratio between areas 9 over 25 اللينث اوف السمولر 3، عايز اللينث الثاني اخد ال 9 over 25 دي تحت السكوير روت تبقى 3 over 5، عندي لينث ب 3، اللينث الثاني يبقى انا مش عارف هسميه اكس كروس مالتيبليكيشن هيطلع ب 5، فين ال 5؟ اهي. السؤال اللي بعده ريشيو بتوين الاريز 9 over 25 البارامتر ب 60، شفت الخطوات اللي هنا دي؟ نفسها، خدت دي سكوير روت هيساوي 60 over البارامتر الثاني، عشان ريشيو بتوين البارامترز هي الريشيو بتوين السايد. question كام كده؟ بسم الله. question 12 the areas of the similar polygons 164، البارامتر اوف ذا فيرست 60، اخد ال 100 اوفر 64 دي تحت السكوير روت هتبقى 10 اوفر 8 هتساوي البارامتر اوف ذا فيرست 60 على البارامتر الثاني كروس مالتيبليكيشن. كروس مالتيبليكيشن هتطلع معانا بكام؟ هتطلع معانا بدي اللي هي 48. السؤال اللي بعده ABC similar لل DEF وال ABC ال area بتاعت ال ABC equal 9 ال area بتاعت ال DEF، معنى كده ايه؟ ثواني امسح هنا عشان اعرف اكتب. بس معنى كده ان ال area بتاعت ال ABC area بتاعت ال ABC على ال area بتاعت ال DEF equal 9، اللي هي يبقى كده ريشيو بتوين 9 اوفر 1، ريشيو بتوين السايدز هتبقى بكام؟ 3 اوفر 1 عشان حطيت دي تحت السكوير روت. ماشي، الدي اي ب 4، عايز ايه؟ عايز الاي بي كروس مالتيبليكيشن هيبقى ب 12. السؤال اللي بعده هو يمكن مش باين هنا قوي بس نبص عليه من الملزمه. ثواني question 14 ratio between the diameters of the circle 3 over 5، هو عايز ايه؟
الاريا بتاعت السمولر ب 27، عايز الاريا بتاعت الجريتر هاخد دي باور 2 تبقى 9 اوفر 25. الاريا بتاعت السمولر قال ب 27، عايز الاريا بتاعت الجريتر كروس مالتيبليكيشن، كروس مالتيبليكيشن هتطلع معانا الاجابه بسي اللي هي 75. خش على الصفحه اللي بعدها. كويشن 15 اللي كان في الصفحه اللي قبلها هو يعتبر نفس الفكره بتاعت 16، فاحنا هنحل دلوقتي 16 ده نفس الفكره عشان برضه هو باين معانا. كويشن 16، الريشيو بتوين اللينثز اوف تو سيميلر بوليجونز 5 اوفر 3. حلو. والديفرنس بتوين ذير ارياز، الاول بس اتكلم عن الارياز، هاخد دي اعمل لها باور 2 تبقى 25 اوفر 9، دي الريشيو بتوين الارياز عشان بس تبقى الدنيا تمام. الديفرنس لا اريا 1 ماينس اريا 2 ب 32، عايز الاريا اوف السمولر. تمام. ماشي. دلوقتي 25 اوفر 90 مش هي الاريا 1 على اريا 2؟ تمام. مش انا ممكن كده اقول ان اريا 1 دي ايكوال 25 اكس مثلا، واريا 2 ايكوال 9 اكس، مش 25 اكس اوفر 9 اكس، الاكسات هتروح هيبقى نفس الريشيو. كان استفدت ايه؟ وقال الديفرنس، الديفرنس لـ A1 ماينس A2 بتبقى 25x ماينس 9x، هيبقى لي 16x. الديفرنس بكام؟ بـ 32. أقدر أجيب الإكس بكام؟ أدي 16 دي بالديفايد، الإكس دي تبقى بـ 2. هو عايز إيه بقى؟ الأريا في السمولر، السمولر اللي هو أريا 2 اللي هي بـ 9x، 9 ملتبلاي 2 بـ 18. أهي. نفس الفكرة في التانية بس التانية كان بيقول سم تقريبا. فالسم بدل ما أعمل الديفرنس اللي هي الاتنين ماينس بعض، هعمل السم الاتنين بلس بعض. نفس الحوار. السؤال اللي بعده question 17، M1 similar to M2 والاريا بتاعت ال M1 على الاريا بتاعت ال M2 9 over 16. This means that ان البرامتر بتاع الاولاني بيساوي 3 over 4 البرامتر بتاع التاني. خدت دي تحت السكوير روت، 9 over 16 تحت السكوير روت هتطلع 3 over 4. تمام. ادانا scale of similarity 1 over 3، عايز ايه؟ عايز الريشيو بتوين الارياز بلس الريشيو بتوين البرامترز. الريشيو بتاع بتوين الارياز بكام؟ 1 over 3 باور 2 اللي هي 1 over 9 بلس الريشيو بتوين البارامترز اللي هي 1 اوفر 3. نحسب ديت الاثنين بلس بعض، الانسر معايا هيطلع 4 اوفر 9 تقريبا. هتطلع معانا 4 اوفر 9 بالظبط. السؤال اللي بعده، ال A B ب 3 وال B E 5 وال E D ب 7، عايز الريشيو بتوين الاريز. تمام. تمام. مش ده رايت انجل تراينجل اللي هو ال ABE؟ تمام. يبقى ده سكوير ماينس ده سكوير، اعمل بايثاغوراس اجيب ال AE، ال AE هتطلع بكام؟ ب4. تمام. انا استفدت كده ايه؟ استفدت ان انا عندي تو سيميلر تراينجل، تراينجل الصغير اللي على اليمين وتراينجل الكبير اللي على الشمال. هكتب ان ال AE اوفر ال ED ب4 اوفر 6، ده كده السكيل اوف سيميلاريتي صح؟ هو عايز ايه؟ عايز السكيل اوف الارياز. ماشي، اعمل ده باور 2 تبقى 16 اوفر 49. انسر دي. اللي بعده كويشن 20، اداني دي اي 4 ودي ب 9، عايز الريشيو بتوين الاريا بتاعت الاي دي اي على الاي بي سي. ماشي، ما 4 اوفر 9 باور 2، 4 اوفر 9 باور 2 هتطلع بكام معايا؟ تطلع 16 اوفر 81. فين 16 اوفر 81؟ اهي نفس الحوار، نفس اللي بنعمله بنعمله كل مره. اي اكس على اكس بي، ماشي ثواني، AX اهي over XB بكام؟ 5 over 3. استفدت كده ايه؟ ان ال AX بتساوي 5X نفس الحركة اللي بنعملها، وال XB بتساوي 3X. 5X over 3X الإكسات هتروح مع بعضها تبقى 5 over 3. ماشي، معنى كده ان ال AB بكام؟ ال AB هو السم بتاعهم الاتنين بلس بعض هيبقى 8X. ماشي، استفدت كده ايه؟ هو عايز، هنجيب الريشيو اللي هو السكيل اوف سيميلاريتي اللي هو كده ال AX على ال AB، ال X الحته دي على ال AB اللي هي كلها، الريشيو بتوين السمولر تراينجل ده والتراينجل الكبير، تطلع معايا كام؟ ال AX قلنا 5X، 5X على 8X تطلع بكام؟ 5 اوفر 8. نكمل 5 اوفر 8 دي السكيل اوف سيميلاريتي، اعمل لها باور 2 يطلع لي ايه؟ السكيل اوف الاريا
25 over 64 لما عملنا برضو دي بتساوي الاريا بتاعت الصغير اللي احنا عايزينها على الاريا بتاعت الكبير اللي هو اداها لي اللي هي ب 25.6. كروس مالتبليكيشن كروس مالتبليكيشن اطلع معايا الانسر في الاخر ايه؟ 10. السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده عندي بي اي بارلل دي سي يبقى كده الترينجل الصغير ده سيميلر للترينجل الكبير. حلو معنى كده ايه؟ ان الاريا بتاعت الصغير على الاريا بتاعت الكبير بكام؟ ب 6 اوفر 10 باور 2. نحسب ال 6 اوفر 10 باور 2 فين الكالكوليتر؟ 6 اوفر 10 باور 2 ايكوال 9 over 25. استفدت كده ايه؟ ان الاريا بتاعت ال ABE ممكن اكتبها ب9x او k او y اي حرف، والاريا بتاعت ال ABC ال ADC سوري ال ADC بكام؟ ب25x. طيب هو عايز ايه بقى؟ عايز الاريا بتاعت ال ABE على الاريا بتاعت ال BCDE. ال BCDE اللي هو الحته دي، طب مش الحتة دي هي الاريا بتاعت الكل ماينس الاريا بتاعت الاي بي اي، يعني 25x اللي هي الاريا بتاعت الاي دي سي ماينس الاريا بتاعت الاي بي اي اللي هي ب9x تطلع معايا بكام؟ ب16x. يبقى الاريا بتاعت الاي بي اي اللي هي 9x اوفر الاريا بتاعت البي سي دي اي اللي هو عايزه دوت اللي هو 16x تطلع بكام؟ ب9 اوفر 16. اجابة سي. السؤال اللي بعده 23 عايز الاريا بتاعت ال DBCE نفس اللي بنعمله ال AD على ال AB بيساوي كام؟ 2 over 6 نعمل له باور 2 يطلع لنا ايه؟ 4 over 36 اللي هي ال ratio between ال area بتاعت ال ADE على ال ABC. حلو حلو قال لنا ال area بتاعت ال ADE ب 8 نعرف نجيب ال area بتاعت ال triangle الكبير اللي هو ال ABC تطلع لنا بكام؟ cross multiplication 8 multiply 36 divided 4 تطلع لنا ب 72. دي الاريا بتاعت كل ده، هو عايز الجزء ده. اخد ال 72 minus الاريا بتاعت ال ADE اللي هي ب 8 ده minus ده هيطلع لنا بكام؟ يطلع لنا ب 64. بس كده. السؤال اللي بعده الاريا بتاعت ال AB اي دي اللي هو الحته دي كده ايكوال 42. عايز الاريا بتاعت السي اي دي ترانجل الصغير. مبدئيا احنا متفقين ان هما سيميلر عشان الاثنين الخطين اللي بارل لبعض والانجلز الايكوال وكل الكلام اللي اثبتناه كذا مره ده. طيب يبقى انا كده ممكن اقول السايد اللي هو السي اي اللي هو ب 4 اوفر السايد اللي هو الدي سي من الترانجل الكبير اللي هو ب 10 اللي هو كده بيساوي 2 اوفر 5 نعمل له باور 2 بقى ريشيو بتوين الاري اللي هي 4 اوفر 25. حلو دوت بيساوي الاريا بتاعت السي اي دي ترينجل سي اي دي على الاريا بتاعت ايه؟ الاريا بتاعت الترينجل الكبير اللي هو الاي بي سي. ما ترينجل الاريا بتاعت الترينجل الكبير هي الاريا بتاعت الجزء ده بلس الاريا بتاعت الترينجل الصغير، يعني كام؟ 42 بلس الاريا بتاعت السي اي دي cross multiplication 4 multiply 42 ثواني نحسبها على الكالكوليتر 4 multiply ال 42 168 بلس ال 4 في الاريا بتاعت السي اي دي كل ده ايكوال 25 في الاريا بتاعت السي اي دي. نودي ال 4 في الاريا بتاعت سي اي دي دي الناحيه الثانيه بالماينس وبعديها نعمل ديفايدد الكلام دوت في الاخر الاريا بتاعت السي اي دي تطلع معايا ب 8. ثواني عشان الخطوات بس اللي حصلت في النص. انا عندي 168 فضلت زي ما هي صح، وديت دي بالماينس هناك، وديت ال 4 هناك بالناحيه الثانيه بالماينس بقت 25 في الاريا ماينس 4 تطلع كده بكام؟ 25
21 في الاريا صح كده؟ اودي 21 الناحية التانية بقى بال divided 168 divided 21 هتطلع بال 8. تمام، تخش على الصفحة اللي بعدها 25. ماشي، عايز الريشيو بتوين الاريز. بالمنظر دوت انا قبل ما اقعد احل المعنى كان ان انا عايز الريشيو بتوين سايدز واعمل لهم باور 2. تمام، عايز الاقي كورسبوندينج سايد. تمام، انا عندي ترانجل صغير اسمه اكس اي بي ترانجل ده، وعندي ترانجل تاني اسمه ايه؟ اكس واي زد. الاكس كومن ما بين والاي الاثنين قد بعض ب 90، يبقى كده الاثنين سيميلر. طيب انا سايدز ايه اللي عندي؟ عندي الاكس بي من الصغير عندي. طيب الاكس زد، الاكس زد مش عندي. لا طيب عندي ايه تاني؟ عندي من الصغير الاكس بي عندي. طيب الاكس ثواني، احنا الاكس بي بصينا عليه ولقينا ما عندناش الاكس زد. تمام، طب عندي الاكس ايه؟ مش عندي. طب عندي الاي بي، عندي الواي زد من التاني، عندي الواي زد بس كده. اي بي على واي زد بيساوي الاي بي بكام؟ الاي بي بفور. على الواي زد بكام؟ الواي زد بايت. تطلع بها ثواني، اكس اي بي على الاكس واي زد، في حاجة غلط. قلنا ترينج اكس اي بي سيميلرلي الاكس واي زد. حلو، قلنا ان الاي بي، الاي بي اللي هي بفور اوفر الواي زد، الواي زد اللي هي بايت. دي كده الراتيو بتوين السايدز بهاف، 4 اوفر 8 بهاف. تمام، واي زد مش واي اكس. لا 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 لا، غلطه. ما بص اتلخبطت برضه في الحروف. ماشي، طيب مبدئيا احنا ما عندناش كورسبوندنج سايدز نقدر نعمل لهم ريشيو، بس انا ممكن اجيب سايد زياده. ازاي؟ في الترينجل اللي هو صغير الاكس اي بي دوت، مش ده ترايت انجل؟ اقدر اجيب الاكس اي، الاكس اي هتطلع بسكوير روت ال 6 باور 2 ماينس ال 4 باور 2 صح كده بايثاجورس. يبقى الاكس اي بكام؟ الاكس اي ب 2 روت 5 صح كده؟ يبقى كده انا اقدر اعمل الاكس اي اللي هو 2 روت 5 على الاكس واي اللي هو ب 8. ده كده الريشيو بتوين سايدز، اعمل له باور 2 يبقى الريشيو بتوين الارياز. يبقى كده الريشيو بتوين الارياز بكام؟ ب 5 اوفر 16. بس كده لخبطه في الحروف ممكن تبوظ المساله كلها، مع ان الفكره احنا طبقنا عليها قد كده. برضو نفس الحوار الريشيو بتوين الارياز. طيب اجيب السيميلاريتي 5 اوفر 10 لو ال اي واي اوفر ال اي بي ب 5 اوفر 10 اللي هي هاف. تمام، وال اي اكس اللي هي على ال اي سي ب 4 اوفر 8 اللي هي باف برضه. يبقى الترينجل الصغير ده سيميلر للترينجل الكبير، والسكيل اوف سيميلاريتي قلنا لسه قايلين اهو بهاف، هاف باور 2 1 اوفر 4. عايز الاريا بتاعت الاكس بي سي واي، لسه جايبينها من شويه. نجيب الريشيو بتوين السايدز، ده نفس الترانجل اللي فوق، ريشيو بتوين السايدز بهاف، والريشيو بتوين الارياز بربع. تمام، الاريا الصغيره اللي فوق دي قايلين عليها ب 10، الاريا بتاعت الترانجل الكبير كروس مالتبليكيشن تطلع معانا ب 40، الاريا الكبيره كلها ب 40، وعندي الحته الصغيره دي ب 10، يبقى اللي متبقي 40 ماينس 10 تبقى ب 30. السؤال اللي بعده 28، عايز الاريا بتاعت ال A X Y ومدينا الاريا بتاعت ال A B C نفس اللي عملناه فوق على فكرة، تفرق بس انهي اريا اللي معايا كان اللي فوق معايا الصغيرة دلوقتي اللي معايا الكبيرة، نفس الفكرة. خش على اللي بعدها، الاريا بتاعت ال A C D E 3 times الاريا بتاعت ال E B D. يعني الاريا بتاعت ال A C D E over الاريا بتاعت ال E B D equal 3 over 1 صح كده؟ يعني area بتاعت ال ACDE ممكن نكتبها ب 3x، وال area بتاعت ال EBD
دي ممكن اكتبها باكس، حلو. يبقى الاريا بتاعت الترنجل الكبير كله الاتنين بلس بعض، الاتنين بلس بعض هتبقى بكام؟ 4x. حلو، حلو. اقدر اجيب ريشيو بتوين الارياز ما بين الترنجل الصغير ده والترنجل الكبير كله، تبقى الريشيو بكام؟ الاريا بتاعت الاي بي دي باكس على الاريا بتاعت البي اي سي اللي هو لسه جايبينها ب4x. الاكس هتروح مع الاكس يبقى 1 اوفر 4. يبقى الريشيو بتوين سايدز بكام؟ دي تحت السكوير روت، هنعمل العكس تبقى بهاف. حلو، حلو. هو عايز البي سي، البي سي دي كبير، ترانجل كبير اللي هي هي ايه؟ البي اي في الترانجل الصغير، يبقى 5 اوفر البي سي كروس مالتيبليكيشن. البي سي هتطلع ب 29. الانسر معانا دي. اخر سؤال مدينا 2 سايدز وعايز الاريا، مدينا اريا والاريا التانية. ممكن اقول لك تتعمل زي ما بنعملها، بس في حاجة عايزين ناخد بالنا منها. احنا بنقول اهو ان الترانجل الصغير ده على اليمين سيميلر للترانجل على الشمال ده، صح كده؟ بس فيما بينهم كومن هايت اللي هو الاي دي، فيبقى كده الريشيو بتوين السايدز هي هي الريشيو بتوين الارياز، مش عندي كومن هايت. فيبقى كده الاريا بتاعت الاي بي دي الريشيو بتاعها ب 3K اوفر الاريا بتاعت الاي دي سي اللي هي 4K. مش هنعمل باور 2، هي هتفضل زي ما هي كده 3 اوفر 4. دي الريشيو. طيب انا عندي الاريا بتاعت الاي دي سي 160، هذا الريشيو الاريا بتاعت الاي دي بي اللي هو الصغير كروس مالتيبليكيشن. كروس مالتيبليكيشن تطلع معانا الانسر سي 120. بس كده، وده كان اخر سؤال معانا في الهومور.